حلقات 16 من مسلسلات رمضان كانت كلها احداث مشوقه، سواء الاعمال الوطنيه او الاجتماعيه او الكوميديه. اللي فاتوا حلقات امبارح ممكن يقدر يتابع معانا ملخص لاهم احداث الحلقات ال 16، كمان ايضا انطلاقه الحلقات الاولى من النصف الثاني لمسلسلات الموسم الرمضاني، زي مسلسل جات سليمه لدنيا سمير غانم، مسلسل تحت الوصايه لمنى زكي، ومسلسل كشف مستعد. كمان مجموعة تانية من مسلسلات أبرزها الكتيبة 101 الكبير قوي الجزء السابع، جعفر العمدة، عملة نادرة، ألف حمد لله على السلامة، النجمة يسرى، وغيرها من المسلسلات اللي هنعرف ملخصها في سياق التقرير اللي جاي. الحلقات الستاشر من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة، بالإضافة للحلقات الأولى من مسلسلات النص الثاني من شهر رمضان. البداية مع مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16، واللي شهدت أحداث استثنائية. ظهر الرائد إدريس واللي بيجسد شخصيته الفنان محمد رجب قائد كمين السدرة، وهو بيتكلم مع أحد المجندين وسأله: هل زمايلكم اتسحروا؟ فقال له: جهزنا السحور ومنتظرينك. وفعلا راح لهم علشان يتسحر معاهم. وانتهت الحلقه برصد بدايه تحرك القوات الجويه لتنفيذ هجوم استنادا للاحداثيات اللي رصدتها القوات الخاصه واللي كانت موجوده في قلب الشيخ زويد لحظه تنفيذ الارهابيين للهجمات. في اتجاه الاحداثيات اللي استلمناها من داخل الشيخ زويت ومن الكمائن. احداث الحلقه 16 من مسلسل رساله الامام شهدت حوار بين السيده نفيسه وزينب ابنه الامام الشافعي، وسالتها السيده نفيسه: ماذا اعجبك في ارض مصر؟ لتجيب ابنه الشافعي: النيل، لم ارى نهرا كهذا، والهواء عليل، والجمع كبير يكاد لا يخلو من البشر. وهنا قالت السيده نفيسه: سبحان ملك الناس، وكانه يزرع في كل زمان بذره خير فتثمر باذنه ثمرا لا مثيل له. سبحان ملك الناس، كأنه يزرع في كل زمان بذرة خير فتثمر بإذنه ثمرا لا مثيل له. سبحان الله يا أمتي. في الحلقة 16 من مسلسل الكبير قوي الجزء السابع شهدت هروب الدكتور ربيع من الكبير، لأنه ما اخترعش التركيبة الجديدة اللي هترجع ابنه العترة لجسمه الطبيعي بعد ما تحول لراجل عجوز. ايه العين المخربطة دي؟ امبارح قابل واحد اسمه التمردي ربيع، اخونا النهارده ربيع، والسنه اللي فاتت واحد اسمه خريف، الله يرحمه حبيبي. واه مات، توفى من شهر كده ومعيش ولا اي حاجه، مره واحده اصفر ووقع. خريف بقى، دي موته منطقيه. كمان في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16 شهدت مجموعة مشاهد مهمة، خصوصاً بعد قيام مجهول بضرب عايدة اللي بتجسد دورها الفنانة زينة بآلة حادة على رأسها. وبعد نقل عايدة للمستشفى كشفت الكاميرات اللي موجودة في البيت إن اللي عمل الجريمة دي شخص من جوه البيت. الحقني يا جعفر، الحقني يا جعفر. يا سيد في إيه؟ أنا مش لاقي وداع. دورت عليها ما يمكن في الحمام ولا في البلكونة يا سيد. بقول لك مش لاقيها يا جعفر، لمت هدومها وطفشت. طفشت عشان هي اللي عملت فيها كده. أنت شفتيها؟ لا ما شفتهاش، بس شفت اللي يخليها تعمل فيها كده. الحلقة 16 من مسلسل حضرة العمدة شهدت وصول شادي مقار رئيس مباحث تل شبورة ومعاه عدد من الضباط لمقر عزاء الحاج رضوان المنشاوي للقبض على سامر ابن درغام أو عبد الرحمن عزوز. ما بالراحة على نفسك يا حضرة الأمين، ونجري منك. امشي. شهدت الحلقة 16 من مسلسل عملة نادرة أحداث كتير، أبرزها إن عزت أو أحمد الشافعي راح لدميانة أو جمانة مراد وقال لها إن في مصريين رجعوا من العراق بعد ضربها، لكن رجعوا في صناديق ولازم تروح علشان تتعرف على جثمان زوجها ميلاد. ولما وصلت مكان الصناديق لقت فعلاً جثة جوزها وسط الصناديق. يا ناس
مبروك عليك السما يا حبيبي. شاهدت الحلقة 16 من مسلسل ألف حمد لله على السلامة أحداث متسارعة. طلبت الدكتورة سميحة إنها ترجع لبيتها بعد ما قعدت مع انشراح، وطلبت من فوقية تتصرف علشان يرجعوا للبيت في منطقة الزمالك. هي دي البيت بتاع كندا؟ مين دي؟ مين دي؟ ده أنا اللي هقعدك وأقومك وأصحيكي ونيمك، ده أنا أم غريب يا حلوتها. أنتي ندابة. لا يا حبيبتي، أنا ندابة على الميت اللي سيرته حلوة وسببة على اللي عايش وريحته وحشة. الحلقة 16 من مسلسل الكانتو شهدت ذهاب رشاد لطه القماش اللي افتعل معاه مشكلة وعايره، وقال له إن الناس شافت راوية وهي بتدفع ديونه عند المعلم مدبولي. ولاد الحرام شافوا السنيورة الدرجية وهي بتدفع لك دينك عند مدبولي. كنت أقول لي ده أنا رقبتي سدادة، إنما كده تخلي النسوان تكسر عينك كده. مين اللي كسر عينيه يا ابني؟ بس اطلع بس. الحلقة 16 من مسلسل سر الباتع شهدت توعد الشباب الفلاحين لعساكر الحملة الفرنسية وخطتهم في إلحاق الأذى بيهم علشان يكونوا عبرة للباقيين، بالإضافة لمحاولة تهديدهم علشان يمشوا من مصر. وكشفت الحلقة عن دور النساء المناضلات في الحملة الفرنسية من خلال حنان مطاوع وهدى الإتريبي اللي راحوا للشباب وأخبروهم بمشاركتهم في الخطة اللي حطوها. يا صافي، اللي جابك هنا يا سعاد؟ عاوزين نبقى معاك. معانا مين؟ انتوا والرجال. أنا عارفة كل حاجة يا مختار، وصافي حمستني عشان نيجي ونبقى معاكم. طار أختي أنا اللي هاخده بإيدي. بقول لكم إيه، اتكلوا على الله، مش ناقصة وش. إحنا مش أقل من أي حد فيكم، وإذا كان على لبس النسوان، آدي لبس النسوان أهو. أهو. الله الله الله. ودي الطاقية هي أرجل من أي حد فيكم. في الحلقة الأولى من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، ظهرت دنيا سمير غانم في دور سليمة، وفي مشهد من مشاهد الحلقة بتقوم تحضر الفطار لزوجة والدها، وبيظهر كريم عفيفي في الحلقة في دور خطيب سليمة اللي أجبرتها زوجة والدها على الارتباط بيه، هو ابن أختها وراجل بخيل وطمعان هو وخالته في ميراث سليمة من والدها المتوفى. أنا جيت. إيه ده؟ سلامت شمال، قوم يلا. صباح الفل يا خالتي، صباح الفل يا بنات خالتي، صباح الفل يا عروستي. يلا تعالى عشان تفطر معانا، اعملي له بيض. اكيد. كمان شهدت احداث الحلقه الاولى من مسلسل تحت الوصايه للنجمه منى زكي ذهاب حنان او منى زكي لورشه متخصصه في دهان المراكب، واتكلمت مع صاحب الورشه بانها عاوزه تدهن المركب في نفس اليوم، لكنه عنفها وطردها لأنه حس إنه في حاجة غلط. وهنا قام صالح ووالده عطية بتحرير محضر بسرقة المركب، وقدرت حنان تتفق مع شخص تاني علشان يدهن لها المركب بسرعة، وخد منها 20,000 جنيه، لكن الوقت ما أسعفهمش فراحت تساعدهم، لكن برضو ما لحقوش وقالوا لها هنكمل بكرة. يلا رجالة. ايه انتوا رايحين فين؟ المركب لسه ما خلصتش. اتفقنا على شغل للصبح، وادي النهار شقشق. يسا احنا اتفقنا الشغلانة مش بالوقت يعني. أنا والرجالة ما قصرناش، واللي أنت قلت يعني اتعمله بالحرف، كملها بكرة بإذن الرحمن. بدأت الحلقة الأولى من مسلسل كشف مستعجل بمشهد للفنان مصطفى خاطر أو يوسف وهو رايح لعيادة طبيب نفسي اسمه عز الرجال سهام عز الرجال، اللي بيجسد شخصيته محمد عبد الرحمن. يوسف رفع صوته وهو بيحاول يقول للممرض ضعيف السمع بحجز كشف مستعجل، وده اللي خلى المرضى في العيادة يتوتروا من صوته العالي، فبيقرر الدكتور سهام يخرج ويسأل عن سبب الصوت العالي، فقال له يوسف إن الممرض مش عاوز يستجيب لطلبه في حجز كشف مستعجل. يستعجل كشف أنا عايز. في إيه يا راغب الدوشة دي؟ معرفش، واقف هنا من الصبح مش عارف عاوز إيه. خلاص يا مصطفى انزل أنت يا حبيبي. معلش. إيه يا أستاذ؟ إيه مشكلة حضرتك؟ مفيش مشكلة ولا حاجة يا دكتور، كل اللي عاوزه بقول لهم أنا عاوز أكشف كشف مستعجل. طيب إهدى، مفيش حاجة، هو سامعه على قده. معلش. بعد إذنكم يا جماعة، معلش ياخد الأستاذ الأول. اتفضل يا أستاذ. اتفضل.